يبدو أن بشار الأسد أمام امتحان جدي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا، امتحان سيميز فيه الأسد المؤيد من المعارض بين أنصاره ذاتهم. صحيفة العربي اللندنية قالت في تقرير لها إن الأسد يواجه تحديات كبيرة، لا سيما مع تراجع حاضنته الشعبية في مناطق سيطرته نتيجة الواقع المعيشي المتردي والأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد. العرب أشارت في مقالها إلى استياء شعبي ناتج عن إدارة الأسد التي ساهمت في تفشي الفساد وظهور ما يسمى بأثرياء الحرب الذين يحظون بغطاء أمني كبير. بشار الأسد ورغم عدم ترشحه أو ترشح أي شخصية أخرى للانتخابات، إلا أن موالين له بدأوا بحملات دعائية أولها في مدينة طرطوس، حيث أقامت رابطة خريجي العلوم السياسية في سوريا ندوة تحت عنوان الأسد خيارنا، للتأكيد على ترشح الأسد للانتخابات الرئاسية وفقا لصحيفة الوطن الموالية. حملة طرطوس سبقها اجتماع جمع بشار الأسد بمجموعة من العاملين في إعلامه، ووصف الاجتماع ظاهريا بأنه شكر وثناء وتعزية، في حين كشف السياسي أيمن عبد النور في تسجيل مصور عبر موقع كلنا شركاء بعض تفاصيل اللقاء الغامض. وبحسب محضر الاجتماع المسرب، أفسح الأسد مساحة واسعة للحديث عن الانتخابات المقبلة، معتبرا إياها معركة وصفها بالجهاد الأكبر وإعداد خطة عمل مع الإعلاميين لإعطائهم إحاطة تساعدهم على التحضير لبرامجهم في الفترة المقبلة. إجراءات أخرى أقرها الأسد يبدو أنها تدخل في خانة كسب ما أمكن من آراء مؤيديه، القرارات القاضية بتسديد القروض الممنوحة لقتل قوات النظام والجرحى، إضافة إلى توظيف أكثر من 10,000 جندي مسرح، جميعها قال عنها موالون لصحيفة الشرق الأوسط إنها محفزات للتصويت للأسد. حملات الأسد ومساعيه للترويج لنفسه تقابل بحملات على الجانب الآخر ضد انتخاباته، حيث أطلق ناشطون سوريون وعدد من الهيئات والتكتلات والكيانات الثورية حملة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي حملت اسم لا شرعية للأسد وانتخاباته، وتهدف إلى إحباط تحضيرات الأسد في إجراء أو الترشح للانتخابات. نحن هون بدنا نثبت كثوار وكناس سوريين ثورجيين انه ما في انتخابات باذن الله، وما في ترشح ولا شرعيه لك. انت سقطت شرعيتك من اول صوت حريه تنادى في هذا البلد العظيم. الحمله هذه سبقتها عبارات كتبت على الجدران في شوارع مدينه السويداء في حمله اخرى سميت لا تترشح يا مشرشح، في رفض صريح لوجود الاسد في السلطه. يبدو أن عبارات الأسد أو نحرق البلد والله وسوريا وبشار بس وما شابههما قد انتهى مفعولها بعد سنوات في مناطق سيطرة النظام، ويبدو أن قتل النظام لآلاف السوريين وفقا لمنظمات حقوقية دولية من بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم يكن تأثيرها بقدر تأثير انخفاض سعر الليرة وارتفاع الدولار وفقدان الخبز والمحروقات في بعض المناطق السورية.